أخبار اليوم من تلفزيون رشاد. الناشطان منار بنصري ونصر الدين راربو يتعرضان لمضايقات أمنية بعد إطلاق سراحهما أمس. عمال مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري يواصلون احتجاجهم لليوم الرابع على التوالي. حسب مقال لنيويورك تايمز، حفنة من الأشخاص يسيرون الجزائر في ظل نظام شبيه بنظام الكريمنال سابقا. الجيش الوطني الشعبي يوسع من نطاق نشاطاته الصناعية المدنية على خطى نظيره المصري. عقب إطلاق سراحهما ليلة أمس، لا يزال الناشطان في حركة 8 ماي 45، لا يزالان يتعرضان لمتابعات ومضايقات أمنية. وكان الناشطان رفقة شباب آخرين من حركة 8 ماي 45 قد اعتقلوا يوم أول أمس على خلفية مشاركتهم في وقفة سلمية نظمت بداية هذا الأسبوع بمدينة الأربعاء، وتنديدا لما يتعرض له الناشطون السياسيون والحقوقيون من تضييق وانتهاكات. أدلى الناشطان بمداخلة لتلفزيون رشاد في هذا التسجيل. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم 13 نوفمبر 2011، تعرض الناشطة منار النصري وعضوين آخرين من حركة شباب 8 ماي إلى الاعتقال، وهذا في ساحة البريد المركزي بجزائر العاصمة. تم اقتيادهم إلى مركز الشرطة بعين المكان الكافينيات. بعد حوالي 10 دقائق تم اعتقالي أنا أيضا. يعني تعرضنا للاحتجاز التأسفي لعدة ساعات، وتعرضنا فيها يعني للتهديدات والاستفزازات. يعني كانوا مثلا يقولون يعني ما لازمش تتلاقوا في العاصمة، يعني وخاصة الناشطة منار النصري اللي كان الضغط عليها وتلقى التهديدات، يعني بعد من الحضور إلى العاصمة مرة أخرى. تم إطلاق سراحنا أنا والإخوة في مساء اليوم، وتم استمرار احتجاز منار النصري لساعة إضافية أخرى. يعني حركة شباب 8 ماي والمنظمة الجزائرية لحقوق الإنسان تستنكر هذا الاعتقال التعسفي وتهدد بالتصعيد إعلاميا وحقوقيا وبكل وسائل السلمية المشروعة إن استمرت هذه التهديدات والاعتقالات التي تطال الحركة. نعم بالفعل، يعني أثناء التحقيق معنا تم ذكر هذه الوقفة التي تمت في مدينة الأربعاء، يعني التي كانت تدعم التي كانت تدعمني أثناء محاكمتي. يعني كانوا يستفسرون حول القضية وحول التهم الموجهة إلي في يوم المحاكمة. يعني أنا أظن أن هذه الاعتقالات والمضايقات هي سياسة معروفة لهذا النظام المستبد. يعني هو يريد يعني هي سياسة التخويف وتكميل الأبواب لا غير، وإن شاء الله سنستمر بنظام السلمي والحضاري حتى رحيل هذا النظام. البارح كنا في العاصمة، ما عندي وحتى ناشعات في البريد المركزي، قاعدين في مكان عام في قهوة مثلنا والزميل نتاعنا باش نطلعوا أقضي أوراق. هنا جيت العاصمة على جالها، ومن جات الشرطة اقتادتنا لسيارة الشرطة، كانوا مجرمين يعني، وكأن احنا مستمنات مخرجيننا بطريقة مشينا وكأن احنا مجرمين. ما فهمتش وش هي الجزائر. قالوا بلي احنا يلحينا حالة الطوارئ، اكي يقول الشرطي علاش تدخلني دوك، يقول لك لا احنا يا البريد المركزي حالة الطوارئ، يعني مازال يعني راكم تعتقدوا بلي ضمني كان حالة الطوارئ. ومن بعد في قسم الشرطة ما قالوا لناش وش هي التهمة. كل واحد يجي يحقق واش كنتي ديري، واش انتي كنتي في رضعة ما على باليش، واش أسئلة اعتباطية وتهم اعتباطية، ما كانش حاجة واضحة تبين لك علاش انت راك بوثاقة ماشي من حقك تعرف. ومن بعد سمعت حاولوا يضربوا زملائي أو ضربوا زملائي، أنا كنت في غرفة أخرى، قلت لهم ضربونا كاع كيف. من بعد دخلوا شرطة واحد أخرين منعوهم من ضرب، يعني زملائي مساكن كانوا قاعدين في كافي نورمال تعرضوا للإهانة وتعرضوا للضرب. أنا جاية من الخارج وهذا اللي شفته، هذه الصورة الأولى اللي شفتها في ديزوكا العاصمة. هذه الحريات اللي هم يقولوا بلي عطاوها للناس، هاني شفتها ولمستها عن كثب. شفت كيف يعتقل مواطن جزائري وامرأة جزائرية
شويه من القهوه قاعده باحترامها مع اخوه وبطريقه مشينه، وكيف شخص من الشرطه يعامل زملاء ليا بالضرب والاهانه والالفاظ، وكيف باي حق اعتقل وباي حق اعتقل الشرطه، ومن بعد يهدوني شغل راحين اللي يتحرك رحنا موراه وما نخليوكش ديري اللي تديري في الخارج هنايا ورحنا موراه. تهديدات يعني ما عمش فاهمين بلي هذه التهديدات لا تزيدنا الا ايمانا واصرارا، وما ما ما بصراحه ما لقيت منظور. يعني المنظر كان فعلا اني كي تكون في الخارج وتسمع وكذي وتشوف قدامك على ما همنيش انا، ولكن كان صعيب علي ان انا نشوف جزائري في الجزائر تدعي العزه والكرامه يضرب ويهان فقط لانه مواطن جزائري ما يحبش هذا النظام، وما فهمتش ما فهمتش. وانت ممنوع من دخول العاصمه، وش هي العاصمه؟ يعني حاله طوارئ فيها، ممنوع من دخول المواطنين الجزائريين ممنوعين من دخول العاصمه. ما صراحه يعني الكلمات تعجز عن وصف احساسي. انا كجزائريه كنت في الخارج وجيت لبلادي، ما طالما في حاله طوارئ وفي حاله انقلاب احنا نعيش نفس الوضع تقريبا بطريقه اذكى واخبث من النظام. الكلمه اخيره فقط نقول لكل الشباب الجزائريين يا جماعه سكوتكم على انه زملاء ليكم يهانوا بهذا الشكل، انه جزائريين ينضربوا بهذا الشكل، وان انتم تسكتوا للضرب بهذا الشكل، هذه راهي اهانه لتضحيات الشهداء، هذه راهي اهانه للناس اللي ماتوا على جال هذه البلاد. خليونا نهضروا على حقنا، دوكي انا نسكت وانت تسكت والاخر يسكت، شكون يهضر على حقنا؟ شكون يهضر علينا؟ فقط هذه هي الرساله اللي نوجهها، هضروا على حقكم، ما تخليش واحد يحقرك، ونقول هذو الشرطه انتم ولاد الشعب. كيفاش تنقلبوا على الشعب؟ شوفوا كيف تروح لدارك تنحي لاباني تولي ولي الشعب، كون ابن الشعب. يواصل عمال المؤسسة الوطنية للنقل الحضري وشبه الحضري إتويزا حركاتهم الاحتجاجية لليوم الرابع على التوالي. بلغت نسبة الاستجابة للإضراب الذي نظمه العمال 100%. وقد صرح العمال أنهم عازمون على المضي قدما بحركتهم الاحتجاجية إلى غاية افتكاك مطالبهم المتمثلة في زيادة الأجر القاعدي تطبيقا للاتفاقية الجماعية، وكذا إلغاء قرار حل المكتب النقابي للمؤسسة. كما ندد العمال بما وصفوه بالإجراءات التعسفية التي يمارسها مدير المؤسسة ضدهم، من بينها خصم أجور العمال المضربين. احنا رانا متوقفين بهذا اليوم الرابع، وهذا الاحتجاج تاع العمال. الاحتجاج هذا العمال طالبين فيهم تطبيق الاتفاقية الجماعية المبرمة من بين المدير العام واتحاد العام العمال الجزائريين. النقطة الثانية هي تطبيق البروتوكول داكور سيني بار لو ديريكت جينيرال مع ليبريزونتون دي جيتيا، ويطالبوا ثاني لو رابيل تاعهم اللي يطالبوا فيه من 2008، ويطالبوا ثاني لا ريفيزيون دي بوان اندي شير البروفيل دو كارير تاع العمال. واليوم رانا في اليوم الرابع من الاحتجاج. لهذ الساعة المسؤولين من ناحية اتحاد العام العمال الجزائريين أو من الوزارة الوصية تاع النقل، لهذ الساعة ما كان حتى جواب حتى رد من أي طرف ما لاستجابة إلى هذه المطالب العمالية اللي هم ينتظروا بشغف لتحقيق المطالب تاعهم. الان رانا في اليوم الرابع اني نقول لك ما كان حتى جواب. البارح طرق المدير العام الى نقطه، والنقطه اللي احنا رانا واجدين وحابين ننطقوا لها وهي الحوار. المدير طلب من العمال الى الحوار، ولكن العمال اليوم صبيحة اليوم بعض العمال راحوا المؤسسه والمديريه العامه، المدير غايب في المؤسسة، أطلب من العمال يتوجهوا إليه إلى مديرية النقل أي الوزارة. العمال رفضوا هذه المبادرة لأن المؤسسة عندها مديرية، عندها مكاتب تاعها، ورانا نستناو الاستجواب من عند المدير العام. والمطلب الثاني تاع العمال وهو إعادة المكتب النقابي للحل، لأن العمال قال لك حنا هاد العمال انتخبنا عليهم بهاد السنة، قال لك ما طولهمش المهلة كافية لتطرق إلى مطالب العمال. ولما بدأوا هاد الإعطاء المكتب النقابي في العمل، جاء هذا
الإقصاء تاع الصوفي، الإقصاء تاع الصوفي لا مبرر ولا حاجة لبرع بها باللي هذه النقابة دارت مشاكل. الآن أنا نسمعه في الرد من عند الاتحاد العام للعمال الجزائري أو الوصية لتطرق إلى مطالب العمال، وكذلك شفنا بعض التعسفات من الإدارة لبعض ميزون دمار العمال، العمال هم محتاجين واليوم بعثوا لهم ميزون دمار، كافة العمال بعثوا لهم ميزون دمار. زيد شهر اللي فات العمال كيحبسوا إضراب تاع يومين، زاد نحلهم يومين من الراتب تاعهم، ولكن القرار اللي خداه المدير قرار تعسفي، ما نحش لكافة العمال، خاطش الشركة حبسوا العمال كامل، نحى إلى بعض العمال. هنا كما يقول لك تسير تعسفي، ذلك هذا الشهر هذا ثاني نورمال خدامين محبسين، رانا كيف كيف رايحين. المشكل ما المشكل هذاك تاع الشهر اللي فات وين نحى العمال، نحالهم يومين راح يحيلهم بالك اربع ايام بالك سمعنا، خاطش العمال ماهمش راح يوليو العمل حتى تلبيه المطالب تاعهم. هذه هي، وحنا واش يمكن نقطه ثاني الاهم وهي المواطن الجزائري اي مواطن تاع العاصمه، نطلبوا يسمح لنا، لان المشكل عويص ومد هذا منذ عده اعوام، ورانا نسناو من المدير العام او الوصيه لتكفل بهذه المطالب العماليه. تزامنا مع الزيارة التي كانت مرتقبة من قبل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى الجزائر والتي تم تأجيلها بشكل مفاجئ، أضحى الملف الجزائري يحظى باهتمام كبير من الصحافة الأمريكية، حيث خصصت صحيفة نيويورك تايمز في عددها الصادر في 8 من نوفمبر الفارط مقالة مطولة بعنوان أمام انجرافها سياسيا الجزائر تتشبث بأساليبها القديمة. واستهلت الصحيفة الموضوع بالإشارة إلى أن هدف زيارة كيري هو إقناع هذا الشريك الاستراتيجي الرئيسي تقصد الجزائر الذي يملك ثروة هائلة من النفط وجيشا قويا بأجهزة استخباراتها وخبرات في مجال مكافحة الإرهاب الإسلامي. وتلاحظ الصحيفة الأمريكية أن البلد يوجد في حالة من الغفوة، وتضيف فيما عدا دائرة ضيقة لا أحد متأكد أن الرئيس ما زال يتكلم. وتشير الصحيفة الأمريكية إلى أن نظام الحكم في الجزائر يديره طاعنون في السن يرفضون ويقاومون التغيير، مضيفة أن شلل الحكومة هو أحد أبرز الأعراض الدالة على حالة الضيق التي يشعر بها المواطن وعدم ثقته في القيادة السياسية. وتضيف أن حكم البلد يجري بطريقة غامضة، كما أن هوية من يسيرون شؤون البلاد غير معروفة ويفتقدون إلى الشفافية، إلى درجة جعلت الدبلوماسيين والصحفيين يقولون إن الأمر يتعلق بصيغة جزائرية لحكم الكريملين دائما حسب قول الصحيفة. الجزائر وفقا لنيويورك تايمز لا يديرها شخص واحد، ولكن حفنة من الأشخاص لهم مصالح متضاربة. ومع ذلك تواصل الصحيفة، سواء بوجود بوتفليقة أو بعدمه فإن النظام لن ينحني، لكن إلى متى وكم من الوقت يمكنهم الاستمرار في شراء السلم الاجتماعي دون تغيير السياسات؟ تتساءل الصحيفة، لتضيف أن الشعب الجزائري يدفع ثمن مشاكل مضطردة، اقتصاد يتهاوى، وتراجع في مستوى ونوعية التعليم التي يمكن أن تعرض مستقبل البلاد بل وحتى استقراره للخطر. وفي ختام المقالة تستند نيويورك تايمز إلى تحذيرات أحمد بن بيتور رئيس الوزراء السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية من الوضع المتردي، عندما قال إن البلاد تتجه نحو الانهيار، مضيفا أن الجامعات الجزائرية تستقبل 1.5 مليون طالب يتخرج منهم 300,000 كل سنة، فكيف يمكننا إيجاد 300,000 منصب شغل سنويا؟ يقوم الجيش الجزائري منذ مدة بتوسيع نطاق أنشطته الاقتصادية من خلال عملية تملك تجري بدعم من الحكومة لاقتناء وحدات يمكن خصخصتها، حيث أصبحت مؤسسة الجيش في ظل تكتم شديد لاعبا مهما في مجال الميكانيكا ومؤخرا في مجال المنسوجات، مع الطموح لانتقال إلى تجاوز حدود السوق الوطنية.
وقد كانت الغاية من استثمار الجيش الوطني الشعبي في القطاع الاقتصادي في بداية الأمر تغطية احتياجاته، ثم تتوسع هذه الأنشطة لتشمل السوق الوطني من خلال 4 شركات هي مجمع تعزيز الصناعة الميكانيكية GPEM، مؤسسة الملابس والأفرشة EHC، ومؤسسة تطوير صناعة السيارة EDEV تيارت، ومؤسسة الإنجازات الصناعية ERES. وقد اقتنى الجيش مؤخرا أسهما في 7 مركبات عمومية للنسيج التي أصبحت تشكل الآن المؤسسة الجزائرية للمنسوجات الصناعية والتقنية EATET. تملك فيها مؤسسة EHC التابعة للجيش 60% من الأسهم. وفي مجال الميكانيكا تم عقد شراكة بين وزارة الدفاع الوطني ودارمز الأمريكية لصناعة السيارات، مالك العلامة التجارية مرسيدس بنز، وصندوق الاستثمار أبار الإماراتي لإنجاز 3 مشاريع صناعية في الرويبة في الجزائر العاصمة، وعين بوشكيف في تيارت، وواد حميميم في قسنطينة. ونذكر في الختام باستمرار اعتقال المدون عبد الغني علوي لليوم 60 على التوالي، وذلك بذريعة الإشادة بالإرهاب والمساس بمؤسسات الدولة بعد نشره صورا كاريكاتورية للرئيس بوتفليقة وانتقاده دعوات ترشيحه لعهدة الرابعة. الاعتقال لقي استهجان منظمات حقوقية دولية أبرزها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، مقابل عتاب موجه للسلطات الجزائرية على ما تدعيه انفتاحا وإصلاحا. في نهاية النشرة، هذه مختارات كاريكاتير اليوم من مختلف الصحف الوطنية. يمكنكم مراسلتنا عبر فيسبوك وبريد القناة بصور الأحداث من حولكم، كذا باقتراحاتكم ودعمكم الحيوي. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.